أكبر. يا لهوي 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 يا ولا صاحبة عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد أول حاجة عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على أول واحدة شافها باللي أنت عارف هما بيتسموا إيه. ممكن، ممكن جدا، بس لازم تعرفي إن كل راجل لينا زواته، لازم أنت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لأنه في الآخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجعلي، بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغاية الاخر. واضح ان انت متضايقة والدقيقة دي مش مخلياك تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الاغاني ده وخلينا نفصصها بالعقل. انت هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليك، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. إيه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان إن أنا ضعيفة، لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي إيه لما ترجعي مصر وأمك تطردك؟ وأبوكي لما يلاقيكي راجعة إيد ورا وإيد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر؟ هايدي ونادر اللي بيدوروا عليك عشان خاطر ينتقموا منك. انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغلي وتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجع مصر ليه. اتفضلي. شكرا. يور ويلكم يور ويلكم. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعده كده عامله زي السنه؟ يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ انت بعيدة. هي كورية زمانك. نعم يا اسطى. شكرا. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجة تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجة. قولي له قولي له جيب لي بسطرمة بس يتوصل يشيل منها التوم كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ كان لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه وخليك مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت الغبي. بس اسكت. بس جدك اكبر قبلك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي اللي ناقصه؟ طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حبيبي
حرام عليك يا ابراهيم، لتمرمط نفسك مع الاشكال دي بس، لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما ياما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ياما تروح مني في شربة ميه كده، توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم. بس ربنا يأمري بالسلامة يا أخت كوريا، وأنا هدعيله في صلاة الجمعة إن شاء الله. زعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل الغلابة أبدا. يا رب يا رب، أنا ماليش غيرك، ما أنت عارف. يلطف يا رب، يلطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي أنت قعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. إيه وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوظ الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا علينا، من ساعه ما رجلها نحس خطه البيت واحنا المصايف نازله ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه، وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساس، ليكي فيه ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه عبص، ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس، اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي هو يا خير. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا، يا كفره. التويوتا، الميكروباص، لوحات معدنيه ح ميم ت، سيارة رقم 345 مرور الزاوية. أنا يا باشا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رد على السؤال. أرد أقول إيه يا باشا؟ أنا أساساً معيش رخص السواقة وما بعرفش أسوق، هسرق عربية ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وأنت بتسوق عربيته يوم الأربعاء 23 مارس الساعة 12 بالليل. أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، أصل أنا حضرتك طالب في كلية الزراعة، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي، والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعالى تعالى تعالى. نعم. تعالى هنا. نعم نعم. فين عندي؟ فين هنا؟ ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس أنا بسألك عن الفلوس. آه عايزة كام يا حبيبتي؟ ها؟ أنا عاوزة الربع. أنا عاوزة الربع. الربع؟ وماله؟ وماله حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي. ألو. أيوة سعيد. بقول لك إيه؟ المركب ما تتحركش خالص لغاية ما شركة التأمين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانية يتحرك بعدها بساعة. يلا يلا. أوكي أوكي. بقولك إيه، أنا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. ألف سلام عليك يا أمي، تؤمننا بالسلامة إن شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ أبلة هاجر، ربنا يخلينا أبلة هاجر، خلصت لك الجواب على نفة الدولة، وأنا الصبح إن شاء الله خلصت لك إمضة الوزير. طب ما بدل ما أنتوا تعبين نفسكم كده وعاملين إن أنتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة، بدل ما هي مزروعة كده وعمالة تقول عايزة أدفع عايزة أدفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، أنا أعرف دكتور في الوزارة وهخليه إن شاء الله يخلص لك الورق بسرعة، وتقومي بألف سلامة إن شاء الله.
ما تبطلي نواح بقى يا ولية، بواصلي دماغي المتكلفة كانتك داهية وانت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجة انتصار، هنبقى نجيلك بعدين وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقولك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى تلها طفح معاك تطفحه. اوعى يا بنت. خلاص يا سوكا، انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. خلاص عشان خاطري يلا بينا. يلا والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لا كنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفه منه قوي يا نيبر، ومحتاجه حد قوي يحميني. انا حاسه ان القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومه دي. انت قلتيلي انك ما قلتيش لحد. انا تقريبا حكيت لواحده صاحبتي زمان ساعه ما حصل الموضوع ده، بس ما اعرفش حاجه عنها، يمكن بقالي سنتين اصلا ما شفتهاش. بصي يا ساره، انا عايزك تثقي فيا. انا هقولك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتيلي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوكا الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله، ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا. وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا، بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انك اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعي عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بطل البقره. يا بنت بلاش دوشه، انا مش عارفه اسمع الغير ومنك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت الست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كل؟ عاوزه منك يا حصر، انا جايه هنا زبونه اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايزه اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه، لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ يا ستي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل يا صباح القشطه يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي.
ابدا والله. انت صعبتي عليا فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعت البيت بتاعت التنكيس اللي انتوا دفعتوها وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه. يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا بالفلوس دي؟ ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. خرب بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا مسوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده أنا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو أستاذ. اللي عليا هيبقى ورايا. اللي معايا هيبقى معايا. اللي عليا هيبقى ورايا. محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا. اللي عليا الأيام جاية مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى. انا قلبي قادر ابقى اي حد. انا عالي زي الجبال. اوعى. اطرخ يمين. الله. هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكة؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ لا مش قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي الصبح سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه. يا هيما خلص، البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاك. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي. وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اسوا اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفهيس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده. كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك. فين انت يا كوريا؟ لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صلاحيتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدجي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر. ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور،
ياد عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس. يا ناس ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوز اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ قادر اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جد هام دهنيه؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخري انت الثانيه. اهدى بس يا شيخ. اهدى اهدى، حرام عليك. كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها هتوصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمني ايش بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس يا نجوان، لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين؟ فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعة.
شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخد على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، او ما اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع الموزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقت ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده، وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل، وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، تفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطة ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلتلك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلتلك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقة خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعك وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهة. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، تفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطة ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلتلك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلتلك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقة خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعك وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهة. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقولك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي، عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعه كوكايين زياده، بس الحمد لله ربنا سترها. انا ما رضيتش ابلغ الشرطه، بس حاولت على الجوع. اكيد يا دكتور مش هنسيبها كده. انا عارف حضرتك، انت تقريبا المحامي نادر عالم الدين صح؟ صح. انا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك طبعا عارف خطوره حاله الانسه، ايا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. اوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا، مش مظبوطه ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم. ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش، شوف انت ايه. خلاص اللعبه البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بايدك ادمت وبقيت عايز لعبه جديده. زهقت ايه ولعبه ايه، انا كبرت على الهبل ده يا استا كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي، نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبه اغلى واكبر من اللي في ايدك.
بقيت مسترخصني راكنني على الرف طولها مرميه وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني؟ انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره، عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم وخطبت كوريا، كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق، بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيمه تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيمه. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانه عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضل. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيمه. امين نتجوز يا كبدكي؟ نتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيمه، لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوة وهادية وبتتكلم زي أي واحدة مثقفة، بصراحة ما فيهاش عيب غير موضوع العباية ده، ودي سهلة ممكن تقلعها وتبقى تلبس أي حاجة تانية، بس هو اسم جمالات ده بصراحة مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكلة مش في الاسم، المشكلة في المنطقة. أنا ما ينفعش علاء بيه ابن عبد حميد باشا اللي كان بيهز الداخلية يصوم يصوم ويفطر على بطن البقرة، ما تبقاش قوي كده برضه قالوا له. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا، انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى قرفني، كل شويه هسحب القضيه منك هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم ورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه وهي دي اللي هتجيب من الاخر. انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده، هتلاقي لك هناك مثلا 3 قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي، هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها الجاز حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه الاتنين مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش انت عملت ايه بالظبط. انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنة سكر 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر انه ضربني على قفايا. قمت رايح لشركه تامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب ثانيه تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا. وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا مسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التامين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاكم مش ضدك ولا كنت ضحكت عليا، بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا انت يا نسبه لوان؟ قومي فزي
راجل انت؟ ما تصطبح على الصبح، انت مفتح عينك تتشاكل؟ هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعد اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرش الجثث وتقلب عليه الاغراب وتبت السر وما بينهم، ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. اقول معلش وليه غلبانه؟ ربنا حرمها من الخلفه، ما يبقاش انت والزمن عليها. لكن لما توصل بيك الحال انك تلفي على العماره كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده، تبقى انت مره ناقصه، وعلى راي المثل بناقص الناقص. انا مالي؟ انا ما قلتش حاجه. لا قلتي، انت عارفه كل حاجه. ايوه قلت. هو انت لسه شفت حاجه؟ دي نغزه صغيره كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. يا مي ولالي بنت خلاص، ملكيش عيش معايا. الراجل يا ولية يستحمل الولية النكدية، الولية الكدابة، الولية اللي ايديها مخرومة، لكن الولية لمؤاخذة الخاينة ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس، يعني تحمد وتشكر مش تقولي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل بأصلي معك، انا مش هكرش كده قدام الناس واللي ما يشواش. لا سكات كده، نلم حاجتك يا بنت الناس، اجيب الليل ملاقيش، وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على داير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة يا ولا. لحس الشندوتش يا ولا، بتغرقه ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتراء؟ الافتراء اللي انت بتعمله ده هو الله، الشندوتش الكبدة فيه مبزبزة هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانة كده هو، وطلع على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوك. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق والله. شاردة وعمالة ادور عليها. تبع الرجالة. مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟ البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجة يا كوريا، عمالة تمرجحني، شوية تطلعني فوق وشوية تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقولك ايه يا سوق، البت هاجر دي بت نظيفة وشبهك، امسك فيها بايديك وسنان. متبت فيها لغاية ما دراعي اتخدنت وسناني قربت تقع. يا سلام، انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هات يا ولد السندوتشات يا ولد. خد يا ولد. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هات يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني شندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ هو انا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. النبي انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه؟ طب والنعمه دي وحياه ربك انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقعد في صحن. سلام. الكوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا خليلك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي عليه. هيرد عليا؟ يرد. ادوس فيلم كده هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟ هو انتي لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه انت طايقاه ازاي اصلا. يو بتحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وهيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيالي. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي؟ هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب،
سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعه المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا هنهي حوار مع بنت الكئيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول البرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتدفاتر تنقرة. انا مش واحدة لما اخذة تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتاتك عشان حبيتك، لكن انا واحدة بتسيناس ومحترمة. لا وبصراحة مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترالي يا اخويا تخش تعمل مكالمة وتمشي. لا سنترالي يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش. وزي يا حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبة هنخرج بالسرسبة، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللي في جسمه وعد له الحسنات حسنه حسنه واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره وغيره وغيره يا نوال؟ ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم طاعون نغور من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا ست نوال، ساعه شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجاله كده جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى. خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. نجوان موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو، هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو الشيف ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير جاتك داهيه فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم. انا كنت بس بطمن والله، اصلي ماما تعبانه. انا مش قلت لك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. ايوه. هتودي نفسيتين داهيه يا بنت الكلب. كفايه. هتودي نفسيتين داهيه.
انا خدت فكره سريعه عن القضيه. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا. المحامي اللي يقبل قضيه زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شويه؟ القضيه دي خسرانه خسرانه. الحل الوحيد ان بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرى يا استاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ايه؟ مفيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمه تسلم نفسها ونحاول ناخد لها اقل عقوبه ممكنه، من 7 ل10 سنين. من 7 ل10؟ مفيش من 3 ل6؟ سلامتك ام حسن دددا من عين ومن حسد. سلامتك ابو حسن دددا من عين حسد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر تلاقيك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا ابله انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك وقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله تكرر العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا، وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا ابله كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجه اهم. وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم. اديني قلبك خدي قلبي. اه اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا وليه؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما شوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومة. انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحملة رزالتك. انا قلتلك مالكيش قعد معايا هنا. الله. وعملت بقى قلتلك اخرجي كده بأمان الله بأدب وكرامة بدل ما تردك ولم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني شوية السكان معفنين. انت وليا خاينة وتستاهلي قطع لسانك. وانا انا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيراني الهنا ينفعوك. انت عامله ايه؟ انت عليهم يا ولية يا خاينه. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. اوعى يا عره. اوعى يا عره يا ولية. اجري يا عره. تعمل ايه راجل مستعجل؟ ده سامع لك موتها في ايه؟ ده يا راجل ايه؟ مش كفايه انها طلعت مره واحده في حياتها محترمه يا راجل انت؟ نعم. انت طلقه طلقه بالثلاثه وتحرمي عليا زي ام واخت وبنتي. لا 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 راجل طلقه. انا شنوالي. انا شنوالي. تعالي معايا. تعالي معايا. لو كان يستهلك والنبي لا جوزك ست ايده. معلش يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي. مش هتقولي لها مزوق. يا ريت يا بنتي ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي. وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني. ما انت زي الفل وزي القمر اهو. ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب. وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. اه رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه. بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي لما بقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسميه ده مشروع؟ اه يا طارق ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله يا ممكن بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت. انا كلمت 2 محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق خلاص، مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خد خد استوري نفسك. خد خد. ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكه تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي ببيتي. بيتك؟ وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه لحاجه من تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصور
بسرعة وعايزة أخش الكبانيه. يو النقلة دي؟ قومي يا أختي، ده حرمة جنيه. اتفضلي بيتك بتعايريني؟ انحصرتي ما انفكيتها بعيدة. والله لا أفرجك يا قارية. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلمة كراشنا ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال جكتعون. إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما أوصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب أوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين أوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم، إيه الغريب فيهم بس؟ أنا مقصودش حاجة، بس لغتهم غريبة كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجلة انت اول مرة اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقولك على حاجة، انا كنت مبسوط قوي بالشوية اللي قعدناهم دول صراحة. وانا بجد، بس انا عايز اسألك سؤال. قولي. يعني انت أكيد شفت وقابلت بنات كتير، إيه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ أنت عايزة الصراحة؟ أنا نفسي مش عارف، بس في حاجة غريبة بتشدني ليكي، وكل ما أحاول أشغل نفسي بأي حاجة ألاقيني برضو بفكر فيكي وعايز أشوفك. عندكش تفسير بقى للحالة دي؟ أنا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان أنا بتكسف قولي بقى، انت جاي بس عشان تقولي الكلمتين دول؟ وانا بصراحة كل مرة ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكة يعني، عشان لما نزلق اقولها على طول. طيب والتلكيكة ايه المرة دي؟ الوقت ده اللي كان جايله استدعاء النيابة، خطيب قريبتك. هيمة ابراهيم ماله؟ الوقت ده شمال وسكته مش سالكة، بعدين ما عارفه كلهم مسجلين، بعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعة ونظيفة وبنت بلد، فقلت يعني اقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني احسن. بتحبه؟ يا ستي انا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للانسان الصح. يعني ما ينفعش انا اشوف واحده مثلا مسجله ولا محكوم عليها ب 10 15 سنه واحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. تعمل ايه؟ مالكش دعوه بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوه بيا، انت ما اشتريتنيش على فكره. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش، خلاص بقى ما تزعليش، انا كنت متقل حبتين خلاص. بعدين انا لما شفت النمر بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي، انا خفت عليك انت. انا لو جرى لي حاجه انت هتعملي ايه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى انا خايف عليك قد ايه وبحبك قد ايه. بس تزعليش عشان خاطري. هو انت مش هتبطلي العيشه اللي انت عايشاها دي ولا ايه؟ مفروض اعيش ازاي يعني؟ زيك كده؟ زي هو محدش عايش في الدنيا دي غيري انا وانتي؟ يا اما تعيشي زي يا اما تعيشي زي ما انتي عايشه كده. بقول لك ايه، خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحه وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. الو. اي ياسر بيه، بص انا هكلمك بسرعه عشان ممكن يخرج في اي لحظه. هو ما بيعملش حاجه غريبه، بيبقى قاعد كتير على الايفون وبيلعب جيمز. بيتكلم واحد اسمه ابو طالب بيه وبيقول قضيه واسامي زي هايدي ومروان.
لا ما اعرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب اوكي حاضر هعرف اقول لك. اوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك. رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار انت يا زفت انتصار. انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه؟ يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفاها واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغاله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر يا اللي بتخبط. سابو طالب بيه؟ السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايتي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي صندوس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك، بتخرجيها من البيت بدل الخنقه، لازم تشم شويه هوا، وبسم الله ما شاء الله، دلوقتي بتفهم زيي وزيك. طبعا اذنك اكشوز. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك، مع الف سلام، مع السلامه. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فترة من الزمان مستنيك تهلي في الحارة. شيخ ناصر ازيك اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شوية مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر؟ في حاجة؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده يا اخي شكري. امرنا يا سيدنا انا خدامك. الامر لله. انا كنت طالب القرب منك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، انا كنت طالب القرب منك في بنت اختك الست جمالات. هو ده تحفونا؟ هو ده؟ هو ده؟ يا ابن اللذين كل ما هرب منك، يا ابن اللذين عايز كل ما هرب منك. ما تكرش انك تعجبني، ما تكرش انك تعجبني، بس واحدة واحدة عليا. أصل انت في بقول لك نجس. هو ده انت حفوله؟ هو ده؟ هو ده؟ يا ابن اللذين كل ما هرب منك، يا ابن اللذين عايز كل ما هرب منك. ما تكرش انك تعجبني، ما تكرش انك تعجبني، بس واحده واحده عليا. اصل انت في نجس. قلت يا بنت ولا ايه تعالي معايا؟ مش خارجة، انت بتقطع اسنان يا ابراهيم. انت قطعت زبالة. بتقول على نور الرخيص ده انت طلعت ارخص منك. يلا يا زبالة. جابك الاعرف وعمرك ما هتندف. اوعى اهدى شوية. خلاص يا سلسة معلش احنا اسفين. هيصوا يا جماعة هيصوا وانبسطوا. يلا يا شوشو اشتغلي. يلا يا اسنان اغني. هيصوا يا جماعة. ايه يا ابراهيم؟
بقول لك يا جدع شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير. انا مش عايز لبس يا دارة. دي بنت لازقه ودي رامية جبتت عليا. انا اسف مش هتحصل تاني والله ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص انا مش نافع الشغل ده. معلش يا دارة سماح نكسات عقل ودين بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. يلا شوف شغلك يلا من هنا يا ركز يا يلا. نزل الخرابه دي في ريحه منيله طلع. نزل ووطي التي في. اوطي الايه؟ وطي التلفزيون. ده امان ليا وليك يا سعاده الباشا عشان الوليه اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجه. انت مش قلت انها ما بتتحركش؟ ما بتتحركش اه بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبه النمله. اتفضل ادي 5000 جنيه اهو. فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية؟ 5000 جنيه ايه يا سعادة الباشا؟ الولية عندها فشل كلوي بتغسل ب10000 جنيه في الشهر. بتغسل ايه ده انت معفن؟ والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك. اتفضل يا سيدي ادي 5 تاني اهو. فين بقى الورقة؟ شوف يا سعادة الباشا الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه، لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح ما يقلوش لحلوح. طيب يا سيدي هات الورقه اشوف اللي فيها ايه وخد الورقه مش عاوزها. الورقه اهي فيها عنوان نجوان بنتي ومروان بالتفصيل الشارع والعماره والشقه. لا اللي حليح الاول. حاجه غريبه الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده. شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليك رد معتبر. الرد ده بيسموه رد دبلوماسي. رفضتيه من غير ما تحرجيه. رفضت مين يا موكوس؟ مش مهم يا سندس بعدين. البت كوريا اول مره اتاخر كده بالليل بتصل بيها بالتليفون ما بتردش. قلبي وكني عليها هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون. مش هتاكلني الزبادي؟ هيتاكلك. آه اكليه. انا اللي هاكلك يا سندس. تعالي يلا بالهنا والشفا. هتودينا زور النبي؟ اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك. اه عند النبي. اه قولي والنبي. والنبي يا سندس. انت كدابه يا اختي وبياع الكلام. هوديكي وهتشوفي قولي انت بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليكي انت كنت فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه مالك؟ ابراهيم تاني. ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ كوريا 100 مرة إبراهيم ده مش مظبوط مش مريح مريب كده يعني. ده حتى علاء قال لي إن سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال لي إنك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرته قلت له يا هيما بلاش يا هيما هتزعل مني يا كبدكي فاضل لك مرة. مفيش كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش كويس إنك كشفتي على حقيقته. ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه أحسن منه. أنا الغلطانة. أنا كل مرة كنت أوتر بنفسي 100 جزمة وبعدين أرجع أقول معلش يا بنت أنتي بتحبيه. معلش يا بنت كلنا بنغلط مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش هما رجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق يعني هو كظابط قدر يعني يقرأ ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصاكي ولا ناقصة ظابط بتاعك؟ بقولك ايه اطلعي بره انا مش عايزاك انا عايزة اقعد بطول. تعرفي يا كوريا انتي تستاهلي اللي بيعمله فيك ابراهيم. بس انا هعمل باصلي هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك. خليك يا شيخ روحي كده. باشا براي
ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ ما اعرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقول لك يا ساره، ما تنامي احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عامله عقله وفيلسوفه وكل ده عشان مش عايزه تحسي ان حياتك تافهه. بعلمك بقى حياتك تافهه وهتفضل تافهه. على فكره انا حياتي مش تافهه خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجه انا بعملها. ياد يا سكا يا ولا، قوم يا ولا. طيب عدي على الباب يا ولا. حاضر. مين؟ اوعى ياما بس. مين؟ ايه يا عم؟ عيل وقف وقفك ولا غفلني عملتك صح. يا خرابي يا ابراهيم، انت اللي قلت الكوري انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياد، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دشتان ودخل بينكم يا كوري. والله العظيم يا كبداكي ما قلت لي حاجه ولا اعرف لو اصلا انت شغال في كباريه. كوري اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوري لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لي حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع، سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريده حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود. ربنا يحميكي من الميكانيكي، وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. ها طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزت لك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء، عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول طاعون ده صايع، لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي؟ أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شفتش مني لا، ربت تغني لا. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمه على السريع كده، وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه الفلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا، اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا،
أنا بقى فقرية، عاوزة أمسك الفلوس كده ورق وأحسها وأصرفها. ماشي يا فقرية، ماشي. في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهرة في مكان أنا وأنت الليلة دي تحفة. طيب يبقى أنت هتيجي معايا الأول المحل، عشان أنا شفت فستان هناك عجبني وعاوز أخد رأيك فيه. يا حبيبتي أنت من أحلى 10 أذواق في حياتي شفتهم، أنت اختاري بس اللي أنت عايزاه وأنا أكيد هيعجبني، لأن الفكرة عندي في الحشو، في الحشو. الله. أقوم ألحق أخد الفلوس، أحسن تغير رأيك. أو تدخلني في عملية من بتوعك وتخسرهم لي. أقوم ألحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو زازه. لا دي قنينه، النينه. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عاشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون. منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50,000 100,000 اعقمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. صف الله عظيم، انا عاوز اقول حاجه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ايه حكايه اسم نجوان اللي منتشر على فجاه ده؟ كان في وليه غلبانه بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هيما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزباله وتمسح وكده، وكان برضك اسمها ام نجواه. انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده، انت عبيطه بنت ولا ايه؟ وكمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبة ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك؟ استنيها تفتح. طب اصبر، عايز اطلع الشقه اجيب كشاوه واخلص عليها. بقى انا ابراهيم كداك اللي بيتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو، ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك، خصك. لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه، لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، هعصرها وهسنفرها وهخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه وسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هاكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى، ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي؟ اقعد يا عم. منى الشاذلي ولا منى الحسيني؟ من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه ياه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سوكا، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سوكا، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه ياه، ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون، معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور اسبوع بس، تغني في كباريه كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدوها له ده اللي زي ده يخش عليه 3 عيل جدعان كده اهو، يقلعوه ملط ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعه ملط عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز، بلاش نلجأ للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج،
ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبة تقيل، هتقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي قولي بسرعه ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ وبابي بيقول انها عيانه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا، نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي؟ ما ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه منوم لابو نجوان، هيشربه هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود دي بنتي هايتي، انت جناني. ميرسي بابي. لبستوا يا ولادة؟ شيلي ايدي من على وشي. شيلي يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا 3 مرات. يا ام كامينج. خديهم بقى. لا 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 لا، انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله، انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد، فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجي لي. والله عندك حق، ده انا برضه النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى؟ دي. وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايزه اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلوه قوي، ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متاكده؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبت لي ايه؟ ما تحكش، بس لامك اتوصى بيها. وحط بقى طحينه كتير، حط طحينه كتير. لف لف السندوتشات في الورق علشان خاطر الكياس دلوقتي بقت زي الذهب، غليت قوي 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 قوي. وخلي بالك حط الواد كبدك تحت باطك، لان الواد ده هو هينفعك ان شاء الله. وعلى راي المثل سجد المنجد يديك لحاف زياده يا ولا. كل نصايحك وصلت ياما. بقول لك ايه، ادي 2 كبده ماشي و2 سجق ماشي. يلا ما تكل على الله. شكرين يا حبيبي. تكلنا على الله؟ امال احنا تكلنا على مين يا حبيبي؟ اسم الله عليك. يلا ما خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تخانيش مع حد. حاضر يا اخويا. ما تعمليش مشاكل مع حد. عيني. صباح الجمال يا احلى شاعر في مصر. عينينا. بقول لك يا استاذ، كلمه بيني وبينك كده، انا زعلان مع البنت بتاعتي ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات. نحلل يا سكر. لسه كاتب انا؟ لسه كاتب كلمتين؟ من حظك ومن نصيبك. اديني يا استاذ. الحلال والله. بص، خليكي دايما باصه وراكي. هو ده. شوف، اقول لك حاجه استاذ، كمل يا استاذ. اهو كله هيجي على قفاكي. قفاكي كده هتبعد يا استاذ. قفاكي ايه يا استاذ؟ يا عم كمل، عشان انت كسرت قلبي، كسرت اللي ما بيننا، ورسمت العيش
وكنتاكي. كنتاكي؟ طب بقول لك يا استاذ ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي. عايز مستهلك انت صح؟ انا بقى عايز المستهلك بتاع تامر حسني وحماي العيال بتوع الدباديب دول. يا عم دي اسهل حاجه، خد اديني. احنا بتوع بعض انا وانت. اقول لك عني، هو ده هو ده الشغل يا نجم، هو ده. قريتك ازاي؟ اديني يا نجم. ما نشغل بعض انا وانت. الله، اقول لك حاجه، والمصعب استاذ ومتنحنا كمان. اديني انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا. استنى بقى استاذ. تطم تطم ايوه بالرقه. انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا. خش يا استاذ بقى على طول. حني بيا ابوس ايديكي كده البنت هتهرب. يلا يا استاذ. احنا بتوع بعض انا وانت. ايوه هو ده. مالناش غير بعض انا وانت. الله. احنا بتوع بعض انا وانت. الله. مالناش غير بعض انا. الله. انا كايسون وانت ليلى. الله. كايسون هو عنتر وانت عبله. اي عبله. كايسون وانت ليلى. ايوه عنتر وانت عبله. والنبي تديني الكوبله. الله. حتى ولو اخويه. حتى ولو اخويه. الله. بص هقول لك حاجه يا استاذ، والمصعب 10 10. بقول لك يا استاذ تعبك حق الكبده يا استاذ. بونسوار. بونسوار. S'il vous plaît, monsieur, j'ai envie de vendre cette bague. Qu'est-ce qu'il y a? Police, I want you to come as soon as possible. I have a lady, she's a crook. She wants to sell me a fake diamond ring as an original one. I'm holding her. Thank you. What? This ring is fake? جاي تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا؟ بس العيب مش عليكي، انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه، انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرتي نفسك حرمه. ما تيجي يوم ما تشوفي الحريم عاملين ازاي. بص لنفسك، بص لنفسك يا كوريا. تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن. انا عملت لك كل حاجه يا كوريا، قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم جبتك في اليمين، قلت لي عاوزه خطوبه تخطبنا، قلت لي ابعد عن نوال بعتها عني واديتها بالجزمه عليا بايه ده كله ياما. ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش. طريق صحراوي يا كوريا، ده اخر الخط بتاعي معاكي. انا نازل هنا يا امي. سلام. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous me laissez attendre ici? Et pourquoi vous avez appelé la police pour moi? Pourquoi? La bague n'est pas originale. Et moi, j'ai pas dit que la bague est originale. Moi, j'ai envie de la vendre telle qu'elle est. Non. Écoute, monsieur, est-ce que la loi ici arrête les gens parce qu'ils veulent vendre une bague qui n'est pas originale? Non. Alors d'accord. Moi, j'ai changé mon avis. Je peux avoir ma bague et partir? Merci. قولي لي بقى يا أميرة القلوب، مبسوطة في البنسيون؟ الحمد لله. ناس كويسين وطيبين، بس أنا عايزة أرجع البيت عشان ألم هدمتيني واتخانق مع سلومة الكلب واخد منه ورقتي. الراجل الناقص زي ما يكون حيرميني، لا كاتب لي مؤخر ولا قايمة. لا لا لا، ولا تروحي ولا تتكلمي ولا الجو ده، وأنا هبقى أجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي، خلاص؟ المهم بقى تركزي معايا دلوقتي. تاخدي الحتتين دول تجيب لك ايه هدمتين حلوين بس يكون فيهم طقم ملعلط كده وبروبرو. ليه بقى؟ لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده، هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل. بس كده كتير قوي يا ست عون، انت جمالك بقت مغرقاني. ولا كتير ولا حاجه، انت ست بنت حلال وطاهره وتستاهلي كل خير. تصدق بالله انا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل اتفضل يا ابو طالب بيه، اتفضل. حضرتك تشرب ايه؟ انا اولا عايز اكلم نادر ضروري وشويه قهوه صغيرين. ام احمد. نعم. اطلعي اندهي دكتور نادر من فوق. حاضر يا هاني. تصور تصور يا ابو طالب بيه، نادر ما بيكلمنيش، وكل ده ليه؟
علشان انا ما كنتش موافقه على الست اللي اسمها نجوان، وادي كل اللي انا قلته حصل، وشفت حضرتك عملت فينا ايه. ابقى انا غلطت في ايه؟ كل شيء هيتحل بمجرد ما نحل مشكله هايدي. يا رب يا رب يا ابو طالب يا رب. في ايه؟ ايه الالحاح والملل اللي انت فيه ده؟ هو انا مش اديت لك ورقه رضيه وقلت لك انا مش هشتغل فيها تاني؟ جاي ليه وعايز مني ايه؟ دلوقتي ابو نجوان معاه العنوان التفصيلي بتاع نجوان ومروان، انا هشتريه منه وهجيبه لك عشان تقول لنا نعمل بيه ايه. وانا هعمل ايه؟ يا نادر، احنا مروان نصب علينا في الفلوس، وانت نجوان نصبت عليك في قلبك، يعني بيننا قضيه مشتركه. يا اخي كفايه عليك كده بقى، حرام، ارحمني. قلت لك انا مش هشتغل في القضيه دي تاني، خلاص ده كلام نهائي. اتفضل اخرج بره، اتفضل. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ليه مصر تخسر كل الناس اللي بيحبوك؟ احنا عملنا لك ايه؟ انت مالك بقيت بني ادم ما عندكش علم ليه؟ الله، صورتك نازله في الجورنان ومنوره، دي عشان جريمه القتل بتاعت اول امبارح. عيب عليك، جبت الوقت في 24 ساعه. نفسي بقى اخلص من القضيه الزفت دي، اتصور وانا قافش البت هايدي دي من قفاها. شد حيلك. شد حيلي ايه؟ الواد نادر ده شكله غويط قوي، بنت في حضنه ليل نهار وما عرفتش تطلع منه باي حاجه غير انه بيكلم ابو طالب ومش عارف مين ومين. وكده هايدي مش هتيجي في سنتها السودا خالص. يا ابني انا مش بتكلم معاك، وبعدين بترسم ايه سحلك قوي كده؟ برسم جمالات. Who are you? Who are you? I can't speak. Break. انتوا مين؟ انتوا مين يا ولد الكلب؟ اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشه تصدق؟ لا وحشه كبيره بعد. شيلوه. جاسم؟ ايه جاسم، جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمه ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليهم؟ مروان، العمة اللي أعطيتني إياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما أحبها الحين، أنا برجعها لك وأبي فلوسي بس. مش فاهم حاجة، عمتي وفلوس إيه؟ في إيه؟ أنت فاهم كل شيء، أنت للأسف فاكر أن كل شيخ عنده في البيت بترول نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، أنا شقيت، أنا تعبت، أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير، ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت، وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قاسم. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، أعطيتك اللي تبي، كل المشاريع اللي انت اقترحتها انا وافقت عليها، شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، انا ابي فلوسي، 5 مليون يورو ابيهم بس. اكيد في حاجة غلط، وبعدين انت عارف ان احنا شحننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. مسكرة؟ شوفوا شغلكم. اه
البلح، هو وحش البلح. مساء الفل يا استاكوريا. خير يا طعوم؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اخت بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طعو، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقتي بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقولك يا دكتور الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده. انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا اروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ بيزعل ايه؟ بيزعل؟ ابلا يا ابلا. حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. يا سكر اللي مكتبنا افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع ميد. في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سكر؟ سيبيه يا اما سيبيه. ايه يا في ايه؟ يا اما سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ كوريا؟ الحمد لله على السلامة يا كوريا، ليكي وحش. انت اللي طلعت؟ نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان. اه يعني شوية كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه، ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما؟ انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على راموني الراميه السوداء دي، لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقائق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداكي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها هتروح فين؟ بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي، عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشلك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوق ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها وحاجتك حاضره. انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي. يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيما. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيما وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي؟ كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص
نبيع الشقة دي وناخد أي مطرح في أي حتة. فوقك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، إحنا كده أحسن. نوال مزنوق، شوفي لي أي حاجة معاكي. يوه عينيا، بص كده، خدي حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا أخي كبداجي، وأنت يا أختي نوال. أنت إيه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله. جايب من المعاش وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم يا جبتعون يا راجل يا ممل. ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هي ما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه بيا بقول لك؟ قلبي اتسلبط بقى علينا، اتسلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص.